النهارده هنتكلم عن زياره مهمه وعلاقه كمان مهمه جدا مع الجانب اليوناني. صحيح هي علاقه تاريخيه لكن ازدادت قوه خلال الكام سنه اللي فاتوا. نفكر حضراتكم يمكن من اوائل الزيارات الخارجيه اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لدوله اليونان. وزي ما بقول لحضراتكم هي علاقه تاريخيه صحيح لكن تم احيائها والتاكيد عليها من ساعه لما قلنا مبادره احياء الجسور. وعملنا الاتفاقيه الخاصه بترسيم الحدود والمناطق الاقتصاديه وشرق المتوسط. وطبعا الشغل الكبير اللي حصل للاكتشافات الغاز وجعل مصر منطقة أو يعني للغاز الطبيعي في المنطقة. عشان كده النهاردة اللقاء ده كان مهم للغاية، ما هوش اللقاء الأول، وزيارات متبادلة الحقيقة ما بين الجانب المصري والجانب اليوناني. عدد من القضايا المهمة اللي تم طرحها يمكن منطقة شرق المتوسط والتحديات اللي متعلقة بالملف ده وإزاي الأطماع الإقليمية تجاه الثروات الموجودة في المنطقة. والرئيس النهاردة أكد على أنه بنرفض أي انتهاك لسيادة أي دولة ومن ضمنها طبعا دولة اليونان. كمان قضايا كتيرة ليها علاقة بأزمات المنطقة، إذا كنا بنتكلم على الأزمة الليبية اللي مصر من ساعة ما يعني تفجرت الأوضاع في ليبيا خدت على عاتقها إنها تشتغل في المسار السياسي دعما لأشقائنا الليبيين، ولأن حمايتهم وأمنهم هي يعني بمثابة أمن قومي للجانب المصري. ومصر النهاردة بتأكد على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرارنا في هذا الدور من خلال دعم أشقائنا في ليبيا في المسار السياسي وصولا للانتخابات على نهاية السنة دي إن شاء الله. وكمان النقطة المهمة جدا اللي هو متعلقة بطرد المرتزقة والميليشيات وكل ما ليه علاقة بتهديد أمن واستقرار الدولة الليبية. خلونا مع حضراتكم هنتطرق طبعا وهنقف قدام محطات مهمة في المؤتمر الصحفي اللي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء اليونان، لكن الأول نشوف ونتابع تقرير عن أهمية هذه الزيارة وملخصها ونرجع لحضراتكم تاني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا بقصر الاتحادية السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بضيف مصر الكريم والوفد المرافق له، معربا سيادته عن تقديره لجمهورية اليونان قيادة وشعبا، ومشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر واليونان. وأضاف المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية. من جانبه أعرب رئيس وزراء اليونان عن التقدير للسيد الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بخصوصية العلاقات التاريخية بين مصر واليونان ومدى تميزها.